هجمه الريال لحراسه المرمى لونين على اليمين كارفاخال باليسار مينتي وسط دفاع روديجر وتشواميني 12 كامافينجا 15 فالفيردي و8 الارتكاز هو توني كروس 5 بيلينغهام 11 رودريجو و7 فينيسيوس جونيور انطلاقه المباراه بالسرعه هنا جرانيتش يرد على كره اولى من فيني وفي خطه بيصاب كره القاضي الفرنسي وأول كارت اصفر في 85 ثانيه المسرع الحكم الفرنسي الورقه الصفراء ما زلنا في بدايه ماتش عاد نشوف اللقطه شوف تدخل تشواميني دخل في مشوار الشامبيونز الطريق الى مانجلي والهدف الاول للسيتيزان خطا قاتل من لونين خطا قاتل من لونين وبرناردو سيلفا كوريادور 1-0 للمان سيتي مفاجاه كبرى وانطلاقه واخر اسبوع كان خطا لم يمت بعد فقدر يمشي فقدر يمشي كوره خطيره لا اليوم اثنين وفي خطا اثنين
اليوم في رأي الأجوال ماليس أنتونار ماليس مدرب ولكن أنشيلوتي شال مخالب السيتي هجوميا والآن الرقم الأول 459 والرقم الثاني 57 تريدون تفهموني أكثر وتطلبوا معايا أكثر في الخط قرب من 450 دي روديغير شواميني كامافينجا فالفيردي كروس بيلينجهام رودريجو وفينيسيوس جونيور يمشي برناردو يعطي الكره بالك يا جوارديولا كره ممتازه كامافينجا ماتش كبير وخطا فاول لريال مدريد الكره تتغير الكره تتحدى في الفوز جول 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 جدا انتهت وضاعت من الريال. تمشي كره للمرنجي